بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقه جديده من برنامج الترند. حلقه بالتاكيد جايه بعد انتصار وتتويج للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. الميداليه البرونزيه والتتويج الثالث للنادي الاهلي خلال منافسات كاس العالم للانديه والمشاركه السابعه للنادي الاهلي في خلال هذه البطوله في السنوات الاخيره يمكن منذ 2005 حتى واحد 16 سنه الاهلي شارك سبع مرات قدر في السبع مرات يتوج بالميداليه البرونزيه ثلاث مرات ويكون موجود في المركز الرابع في احدى المرات وبالتالي نتائج مميزه جدا في هذه البطوله خلال السنوات الاخيره في انتظار الشكل الجديد والتعديل القادم بالنسبه لكاس العالم للانديه من خلال بالتاكيد دراسه للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا على شكل البطوله في الفتره القادمه حاله النهارده هنتناول فيها ونشوف ابرز الامور وابرز الاحداث اللي السوشيال ميديا بتتكلم عنها ونشوف كمان ابرز الاخبار والكواليس بالنسبه للنادي الاهلي اللي خلاص بقى قفل صفحه المونديال وبيستعد من جديد لانطلاق الدورة ابطال افريقيا اللقاء القادم يوم الجمعه الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره مباراه الهلال السوداني والاهلي في ثاني جولات مباريات دوري ابطال افريقيا مع الوضع في الاعتبار ان في مباراه مؤجله مع المريخ السوداني هتتلعب يوم 5 مارس لكن خلونا كده نبدا حلقتنا وعايزين نعرف راي كل الساده المتابعين والمشاهدين واللي كانوا حريصين على متابعه اداء الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه عايز اعرف رايكم في اداء الاهلي في كاس العالم للانديه ده سؤال حلقه النهارده كل واحد يدخل ويشارك معانا في الاجابه على السؤال من خلال صفحات القناه عبر السوشيال ميديا صفحه الفيسبوك وصفحه تويتر وصفحه الانستجرام وفي الفقره الاخيره هستعرض اكبر قدر من اراء حضراتكم ومشاركاتكم على السؤال رايكم في اداء الاهلي خلال مشاركته في هذه البطوله مع الوضع في الاعتبار التنظيم والتحضير للبطوله، الاهلي واجه فيه صعوبات كبيره جدا زي ما انتم عارفين ومتابعين معانا، لكن بسرعه نروح لعناوين حلقه النهارده. في ترند الاهلي بعثه الاهلي تصل القاهره بعد التتويج بالبرونزيه. كمان الفريق يبدا غدا الاستعداد للهلال السوداني. واخيرا السنغال تعلن موعد افتتاح استاد المواجهة الحاسمة مع مصر استعراض مباريات اليوم نرجع بقى للمباريات والدوريات الأوروبية وأيام قليلة برضه هنتكلم على الدوري المصري لكن الدوري الإنجليزي في ثلاث مباريات بدأوا حوالي الساعة الرابعة عصرا ويمكن منذ قليل انتهى هذا الشوط الأول بالنسبة للمباريات الثلاث توتنهام مع ويلفر هامبتون بيرلي بيستضيف ليفربول ونيوكاسل يونايتد بيستضيف استون فيلا طبعا كنت بتابع مباراه بيرلي وليفربول وكان في تقدم لليفربول بهدف مقابل لا شيء لكن مباراه قويه جدا من فريق بيرلي الساعه ونص ليستر سيتي هيستضيف ويست هام يونايتد اربع مباريات اليوم في الدوري الانجليزي طيب نروح بقى لمباريات الدوري الاسباني ليفنتي النهارده كان الساعه 4 ايضا بيستضيف ريال بيتيس ويمكن خلاص بعد دقائق قليله جدا هيبدا الشوط الثاني لكل هذه المباريات لكن الساعة 7:30 ريال سوسيداد بيستضيف غرناطة وفي ختام مباريات اليوم اسبانيول بيستضيف برشلونة. دي مجموعة مباريات اليوم سواء الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني وكل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول امام بيرلي. أخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض عندنا كلام مهم جدا وتفاصيل جديدة خاصة بالنادي الاهلي بالنسبة للمرحلة القادمة كل ده ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. النهارده ترند الترند طبعا على السوشيال ميديا بيتسو موسيماني. النتائج اللي اتحققت في كاس العالم للانديه الميداليه البرونزيه للعام الثاني على التوالي الفوز على الهلال السعودي برباعيه في اداء ما حصلش منذ فترات طويله ونتائج مميزه في هذه البطوله رغم بقى حجم الصعوبات والضغوطات والتحضير والمعوقات اللي واجهها الاهلي خلال الفتره الاخيره لكن هي الكوره كده. هي نتائج الكورة كده تكسب الناس ترفعك لسابع سما تخسر لا قدر الله الناس تقعد تحطم فيك وتقول لك ده مش مدرب دي مش نتيجة ده مش أداء التقييم مهم جدا يكون تقييم موضوعي وأي مدرب لما بيشتغل في أي مكان ألف ب لما تقيمه مش بتقيمه بمباراة ولا بهدف ولا بلعبة لازم تقيم فترة طويلة بس بيتسو موسيماني تحديدا مدرسة غريبة شوية مش غريبة كهو كمدرب لا مدرسة غريبة جدا في التقييم اللي بيحصل معاه وفي المقارنات اللي بتحصل مع نتائج موسيماني مع مدربين اخرين يعني مثلا بيتسو موسيماني اتعادل مباراة او كسب مباراة لكن شوط كويس وشوط ما كانش الاداء كويس فتلاقي حملات التقطيع عالية جدا على الراجل يجي مدرب تاني او في اي ماتش تاني مع فرقة تانية يتعادل على ارضه يفقد نقطتين وهو بينافس على التاهل مثلا فتلاقي المبررات جاهزه ريمونتادا رائعه هي دي الفرقه اللي ممكن تنافس على البطوله رغم ان هو متعادل على ارضه بس هي الفكره زي ما قلت لكم في حاجه مش مفهومه هل الكيمياء كمية الاعلام او قيمه بعض الجماهير مع المدرب مش راكبه بس برضو على ارض الواقع لما تبص للنتائج اتنين دوري ابطال افريقيا اتنين سوبر افريقي اتنين برونزيه كاس عالم انديه يعني انا هنا في في جمله مهمه جدا عجبتني بصراحه من الكابتن عماد متعب وانا بصراحه عماد متعب من اللعيبه اللي بحب اسمع لها لان لعيب اولا بيعرف يتكلم كويس جدا لعيب اسم وامكانيات وقدرات لا غبار عليه ولعيب دولي ولعيب كان في الجيل اللي احنا يعني ما بنقدرش يعني ننساهم جيل جيل العظماء في الاهلي لما يطلع يقولك لك الراجل ده عمل نتائج كبيره جدا بس انا مش لاقي مبرر للانتقادات الحاده اللي بيواجهها قال لك ده احنا بعظمه الجيل اللي احنا كنا فيه ما قدرناش نعمل نتائج في كاس عالم انديه الا ميداليه برونزيه واحده سنه 2006 ما قدرناش نحقق ده تاني الراجل قدر يحقق ده في سنتين متتاليتين بجهاز فني على اعلى مستوى بلعيبه على مستوى عالي جدا باداره مدياله دفعه قويه جدا وواقفه في ظهره وفي نفس الوقت مدياله المساحه ان هو يقدر يشتغل جوه الفرقه ويحضر للفرقه ويجيب الصفقات اللي هو عايزها بشكل رائع جدا في خلال حوالي 14 16 شهر تولى فيها بيتسو موسيماني قياده الاهلي منذ 2 اكتوبر 2/10 2020 واحنا النهارده في فبراير 2022 فبالتالي حجم الانتقادات والمقارنات بتبقى للاسف عاليه جدا لما بيكون في خساره لكن اول ما الفرقه بتكسب بتلاقي الموجه اختلفت تماما وده مش صح وده مش في مصلحه الفرقه ولا جمهور الاهلي لان انت المفروض وانت كسبان وعايز تنتقد انتقادك في اللحظه دي بيبقى مهم جدا وانتقادك في اللحظه دي بيتم السماع ليه وبيتسو موسيماني من المدربين اللي بيسمعوا بيسمعوا لاي راي وبيسمعوا لكل الناس ودايما وهو بيحضر وبيشتغل بيسمع لكل الاراء حتى تشعر كده ان في كيمياء في التعامل بينه وبين الكابتن سامي قمصان كل واحد بيتكلم جوه الجهاز وفي مساحه من الحريه لكن في النهايه لما نبص على النتائج وتبص على التفكير في اختيار مدرب جنوب افريقيا لقياده الاهلي لا انت اختيارك كان صح وتقديرك صح واستكمال المشوار مهم جدا يعني في اللحظه انا بتكلم معاكم فيها دلوقتي السوشيال ميديا كلها بتتكلم في حاجه عكس اللي كان بيتقال بالظبط من 48 ساعه دلوقتي الكل بيتكلم في تجديد سنتين واستمرار المشوار في الفتره اللي جايه والدعم والثقه وكل الكلام ده رغم ان من 48 ساعه بس الكلام اختلف اي فرقه عايزه تعمل حجم انجازات كبير لازم يكون في استقرار فني زي ما في استقرار اداري مانو جوزيه نجح ليه مع الاهلي لان كان في استقرار فني على مدار اكتر من اربع خمس سنين مدرب كان ليه تجربه في اول سنه في 2001 ماشي لما رجع في 2004 وكون جيل فضل مع الاهلي لغايه 2009 خمس سنين انت كسبت الاخضر واليابس بتبقى بتكسب في المغرب بتكسب في تونس بتوصل نهائيات بتاخد اثنين دوري ابطال ورا بعض بتروح كاس عالم كذا مناسبه تكسب الزمالك ستة، بتتعادل مع الاسماعيلي بأربعة، وبتكسب الاسماعيلي ستة في بطولة تانية، كنت بتعمل نتائج كبيرة، ليه؟ عشان الاستقرار الفني. فعندك بيتسو موسيماني لسه العقد بتاعه مخلص والناس دلوقتي بتتكلم على التجديد، لكن في النهاية في قرار وفي لجنة تخطيط وفي ناس بتحضر للمشروع اللي اشتغلت عليه واتخذت فيه قرار مهم جدا من يوم 2 أكتوبر. من أوائل الناس اللي اتكلمت على هذه التجربة، وكنت مؤمن جدا بتجربة مدرب أفريقي مع النادي الأهلي، لأن الكورة في أفريقيا اتغيرت. كرة القدم في افريقيا اتغيرت والبعض اللي كان بينتقد التجربة دلوقتي هو اكثر الناس اشادة بهذه التجربة. عندنا مباراة مع الهلال السوداني يوم الجمعة اللي جاية. اتمنى الاراء ووجهات النظر ما تتغيرش لان لسه المشوار طويل وعندنا مباريات كبيرة جدا. قبل ما اتكلم على الارتباطات كلكم شايفين طبعا هذه الحفاوة والاستقبال الرائع جدا من دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وهو ممثل الدوله وزير الرياضه ممثل الدوله في هذا الاستقبال اللي الآلي كان بيمثل مصر الاهلي مش بيلعب باسمه الاهلي بيمثل مصر بيمثل العرب بيمثل افريقيا في مشاركه دوليه تحت شعار الاتحاد الدولي فيفا فبالتالي استقبال مميز بحضور كمان الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره ودكتور سعد الشربي المدير التنفيذي للنادي الاهلي وكانت الحمد لله رحله موفقه على جميع الاصعده بالنسبه للنادي الاهلي هيتم دراسه الايجابيات ويتم دراسه السلبيات ولو في اي سلبيات ممكن بقى ازاي تتغاضى عنها عشان الفتره الجايه الكل عنده يعني رغبه ان لون الميداليه يتغير الرب خلال الفتره اللي جايه لان الاهلي بالتاكيد بيسعى ان يعمل انجاز جديد ولولا الظروف اللي واجهها الاهلي في هذه البطوله كان ممكن يعمل اداء ومباريات زي ما حصل في مباراه الهلال السعودي البعض يقول لي طب هو الاهلي قدام الهلال السعودي ليه كان متفوق بهذا الشكل مع كامل احترامي لبطل السعوديه في هذه المباراه لكن انت شخصيتك وامكانياتك وقدراتك واللعيبه الدوليه اللي خدت مساحه يومين ثلاثه راحه شويه قبل هذه المباراه الكل كان نازل عايز يعمل انجاز لو كانت المساحه دي والتحضير ده قبل هذه البطوله كان الأهل هيقدر يتخطى بالميراث وكان يوصل نهائي كاس العالم للانديه وده اللي كان بيوعد بيه بيتسو موسيماني مع الاهلي خلال الفتره الاخيره لكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل احرزنا البرونزيه واسعدنا الجماهير في كل مكان ولكن خطوه في مشوار طويل لسه مكملين عليه الفترة اللي جاية لأن قدر الأهل دايما أنه يسعد جمهور طيب بعد ما خلصنا ككاس العالم للأندية وداخلين على معمعة مباريات دوري أبطال إفريقيا بنفس المعنى كده معمعة وزحمة ماتشات كبيرة جدا لو نتكلم مع بعض ونبص على ارتباطات الأهلي الفترة الجاية ارتباطات صعبة جدا وقبل ما اخش في الارتباطات دي الناس هتعرف ليه موسيماني في اول يناير ادى راحه للفرقه 12 يوم لانه مش هيلاقي الفرصه دي تاني الفتره الجايه الا اسبوع في شهر مارس لما المنتخب يكون عنده مرحله الدور الفاصل لتصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم مع منتخب السنغال. طيب اول مباراه للاهلي عقب العوده من ابو ظبي يوم الجمعه الجايه مباراه الهلال السوداني في الجوله الثانيه من المجموعه الاولى لدوري ابطال افريقيا يوم الجمعه الساعه 3 العصر على ملعب الجوهره الزرقاء في الخرطوم. طيب بعدها باربع ايام الاهلي والمقصه في الدوري يوم 22 فبراير. بعدها باربع ايام الاهلي هيستضيف صن داونز على ملعب الاهلي والسلام في الجوله الثالثه لدوري ابطال افريقيا يوم 26 فبراير 25 او 26 لكن اكيد الاهلي هيختار 26 عشان يبقى في مساحه وقت ما بين كل مباراه والثانيه. فاركو والاهلي نرجع للدوري بقى ثاني 26 فبراير يعني هتريح 27 28 تلعب 1 مارس يعني يا دوبك 48 ساعه قبل مباراه فاركو ثم تستضيف المريخ السوداني في المباراه المؤجله يوم 5 مارس ثم تسافر الى جنوب افريقيا او قبل جنوب افريقيا عندك مباراه مع بيراميدز يوم 8 مارس وهذه مباراه مؤجله هتتلعب يوم 8/3 طيب من 8 3 ل 12 3 بنتكلم في اربع ايام الاهلي عنده رحله الى جنوب افريقيا والرحله دي هتبقى شقه شويه انك مش هتسافر وتلعب في بريتوريا او جوهانسبرج زي كل مره لا انت المره دي هتغير وتروح تلعب في مدينه اسمها ريستنبرج دي بتاعت حوالي 180 كيلو متر عن جوهانسبرج يعني هتنزل مطار جوهانسبرج وهتاخد بالحافله والاتوبيس في الطريق البري حوالي ساعتين ساعتين الا ربع عشان تروح تلعب في ريستنبرج ملعب فريق سان داونز في هذه البطوله. طيب دور ال 32 لكاس مصر 14 ل 17 مارس ولكن المريخ السوداني هيستضيف الاهلي يوم احد ايام 18 و19 مارس هنا في روايتين المريخ قد يستضيف الاهلي في جنوب افريقيا حسب الانباء الوارده من خلال بعض المصادر في السودان او قد يلعب مع الاهلي في القاهره في روايه وروايه تانية طيب اذا الاهلي هيلعب في جنوب افريقيا فبالتالي هيلعب مع سان داونز يوم 12 وبنسبه كبيره سيظل في جنوب افريقيا حتى يوم 19 مش طبيعي يسافر ويرجع عشان يلاعب المريخ السوداني تاني في جنوب افريقيا طب ماتش الكاس وقتها هنيجي وقتها ونشوف ساعتها الاتحاد هيتعامل ازاي مع الموقف ده بعد 19 مارس عندنا معركه مهمه جدا ومواجهه قويه جدا لمنتخبنا الوطني في الاجنده الدوليه مع منتخب السنغال في الفترة من 21 إلى 29 مارس. ترجع بقى عندك أول مباراة في الدور الثاني مع الهلال يوم 1 2 إبريل، ثم الاتحاد السكندري في الدوري المصري 6 إبريل، المصري 9 إبريل، وإن شاء الله بإذن الله نتأهل إلى دور الثمانية. مباراة الذهاب أحد أيام 15 أو 16 إبريل. أنا تعبت من كتر بصراحة الماتشات اللي ورا بعض. <applause> ثم بعد ذلك مباراة إنبي والأهلي في الدوري المصري يوم 19 إبريل. ثم اياب دور التمانية احد ايام 22 و 23 ابريل ثم 27 ابريل مباراه الطلائع ثم 30 ابريل مباراه سيراميكا كيليو بطرة انا جالي شد يعني انا واقف كده وبقرا الكلام او بقرا التفاصيل الماتشات جالي شد عضلي بصراحه كان الله في عون الجهاز الفني واللعيبه وخدوا بالكم انت كده هتبقى لعبت 15 مباراه في الدوري لسه عندك مباراتين مؤجلتين احدهم بالتاكيد مباراه الجونه اللي اتاجلت عشان عنده الاهلي مباراه مع الهلال السوداني وبالتاكيد كل ده بقى في شهر خمسه مع مرحله نصف النهائي والمباراه النهائيه فربنا يكون في عون الجهاز الفني واللعيبه هي دي التحديات لكن ان شاء الله الاهلي قدها وقدود اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف ابرز اخبار الاهلي النهارده وبالتأكيد بيستعد من خلال الفتره الجايه الى مباراه الهلال السوداني اهلا بحضراتكم من جديد ومجموعه من الاخبار المتنوعه الخاصه بالنادي الاهلي بعد العوده من ابو ظبي والاستعداد للمرحله القادمه. طيب اول خبر معايا على طول كده ما فيش حتى يعني فرصه لالتقاط الانفاس وصلت النهارده هتتمرن بكره. بكره ان شاء الله الفريق هيستانف تدريباته عصر غد الاثنين على ملعب التتش بالجزيره استعدادا لخوض منافسات دوري ابطال افريقيا واولى المباريات امام الهلال السوداني يوم الجمعه القادم على ملعب الجوهره الزرقاء في تمام الساعه الثالثه عصرا على طول الجهاز الفني يمكن مش راحة بنسبة كبيرة بتتكلم في راحة سلبية 24 ساعة وبكرة التدريب مباشرة وعايز احط هنا في الحسبان مسألة اللعيبة الدولية يمكن يعني بنتكلم على محمد شريف عمرو السولية طبعا اليو ديانج بنتكلم كمان على حمدي فتحي بنتكلم على علي معلول كل اللعيبة دي راجعة من منافسات كأس أمم إفريقيا ما كانش عندها مساحة وقت إن هي تاخد وقت عشان تستريح ضيف على ذلك كمان محمد عبد المنعم أحد اللعيبة اللي فرض اسمه ونفسه بشكل كبير جدا على تشكيله منتخبنا الوطني وتالق امام ابرز المهاجمين الافارقه المحترفين في الدوريات الاوروبيه وجه يا دوبك ريح ماتش بالميراس اللي كان عنده شد خفيف والجهاز الفني استعان بيه في المباراه الثانيه امام الهلال السعودي وعمل مباراه كبيره جدا كاولى مبارياته مع النادي الاهلي. فاللعيبه الدوليه هتاخد راحه امتى؟ هتستعد ازاي؟ كان الله في عونهم وكان الله في الجهاز الفني اللي مش عارف ازاي هيقدر يدي راحه واستشفى للعيبه دي عشان المرحله الجايه كمان ايمن اشرف اعتقد بعد حاله الطرد اللي خدها في مباراه بالميراس مش هيكون موجود بقى في مباراه الهلال السوداني لان هيبقى لقاء مباراتين فده هنشوفه كمان خلال الفتره الجايه مع الجهاز الاداري ومدى لحاق ايمن اشرف بهذه المباراه او حتى باللي بعدها طبقا للوائح اللي معمول بيها بالنسبه لكاس العام الأندية وارتباطها بالمنافسات القاريه خلال الفتره اللي جايه عموما الجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني هيحدد برنامج بدني واستشفائي بالنسبه للاعبين خلال الفتره اللي جايه لتجهيزهم قبل السفر إلى السودان بنتكلم على تدريب الاثنين الثلاث الاربع هتسافر تتمرن يوم الخميس على ملعب المباراة وتلعب الجمعة المباراة ان شاء الله يوم الجمعة الساعة 3 العصر وكل طبعا ال 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 الهدف من هذه البرامج التدريبية اللي انت قدر امكان بتحاول تتفادى الإجهاد والإصابات اللي ممكن يعيق شوية بعض العناصر الأساسية في ظل غياب كمان هنتكلم في اكرم توفيق فتره طويله عمار حمدي لفتره طويله بدري بنون يعني مش فتره طويله ان شاء الله بس بعض من الوقت ممكن ما يلحقش مباريات دور المجموعات فبنتكلم في ثلاث يعني لعيبه اساسيه في خط الدفاع نضيف عليهم كمان بنتكلم على بيرس تاو اللي اصيب في الفتره السابقه ولم نستفيد به في كاس العملاندية للأندية بالاضافه الى الحارس الدولي محمد الشناوي اللي بيبذل مجهودات كبيره جدا عشان يدعم حراسه المرمى مع علي لطفي ومصطفى شبير وحمزه علاء خلال الفتره اللي جايه ظروف صعبه جدا تربح حسابات اي فرقه وهي بتستعد لاي بطوله لكن ده قدر الاهلي وجمهوره عارف الصعوبات دي عشان كده بيقف في ظهر الفرقه بنسبه كبيره في كل المباريات اللي بيسمح للجمهور ان يحضر الماتشات تركوا الاهلي هيطير الى السودان يوم الاربعاء استعدادا للمباراه ان شاء الله يوم الجمعه والنهارده طبيب الاهلي دكتور احمد ابو عبله يمكن في بعض الاخبار كده كشف عن الحاله الطبيه لبعض اللعيبه قال كمان ان علي معلول بعد مباراه الهلال السعودي اشتكى من كدمه قويه في الكاحل اثناء مباراه الهلال وعلي معلول هيخضع لاختبار طبي غدا للاطمئنان عليه لكن يعني دكتور احمد قال الخبر كده الحمد لله يعني ما سبناش قلقانين كمل بجمله مهمه جدا انه متوقع ان اللاعب هيشارك في التدريبات خلال الفتره الجايه لان بصراحه الموضوع مش مستحمل يعني غياب ايمن اشرف غياب علي معلول عتت... عت... ساعتها مش هيكون عندك غير محمود وحيد بقى وكريم فؤاد وممكن تستعين باحدهم في الفتره الفتره اللي جايه دكتور احمد كمان قال ان ياسر ابراهيم واحمد عبد القادر الحمد لله ما حدش فيهم شك من اي شيء عاقب المباراه لكن يعني ياسر عنده كدمه كده خطيره في العين احنا شفنا حتى تاثيرها على ياسر ابراهيم وباينه جدا في وجهه خلال مباراه العين او خلال مباراه الهلال السعودي وان شاء الله باذن الله يمكن هيكون جاهز الفتره الجايه احمد عبد كان عنده الام في الكتف لكن ان شاء الله باذن الله برضه هيكون جاهز في الفتره اللي جايه. الشناوي وكنت بكلمكم على اصابه الشناوي دكتور احمد قال هيكون في اشعه صنارة على العضله الخلفيه لمحمد الشناوي خلال الساعات اللي جايه. خدوا بالكم الشناوي جه من الكاميرون على النادي الاهلي في ابو ظبي ما كانش فيه فرصه بقى غير ان هو بيعمل برنامج استشفاء وتاهيلي وانتظروا يكملوا البرنامج التاهيلي لغايه لما يرجعوا القاهره ويعملوا اشعه سونار هنا في القاهره عشان يطمئنوا على مدى جاهزيته وكان في تم حق يعني حقن الشناوي مرتين بالبلازما عشان يعالجوا الالتئام او يعالجوا المزق اللي موجود في العضله وده جزء من الاجراء الطبي التحفظ عشان يعالج الالتئام او المزق ده عشان يبقى فيه التئام في الفتره اللي جاي ان شاء الله الاشعه تثبت يعني مدى امكانيه الحق الشناوي بفتره قريبه جدا ويكون جاهز مع الاهلي في الفتره اللي جايه اكرم توفيق الف مليون سلامة عليه عمل العمليه الجراحيه في المانيا والجهاز الطبي اطمئن عليه وخلال الساعات القادمه ان شاء الله هيطير الى الدوحه لاستكمال برنامجه التاهيلي في اكاديميه سبيتار بالدوحه وده نفس الاجراء اللي تم ايضا كمان مع محمود متولي اللي هيعود للقاهره خلال الساعات القليله القادمه عشان يقدر يشارك في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي طيب اكرم توفيق عمل العمليه ورجع في لاعب تاني مسافر يعمل نفس العمليه عمار حمدي تم الانتهاء من كل الاجراءات الخاصه بسفر اللاعب كان موجود في الدوحه وتعرض لاصابه قبل اولى المباريات رجع القاهره خلال ال 72 ساعه الماضيه انتهى بقى إجراءات التاشيره وحجز الطيران قبل السفر الالماني عشان يخضع نفس العمليه الجراحيه مع الطبيب الالماني كريستيان فينك اللي اجرى هذه الجراحه الى اكرم توفيق والجراحه هتبقى موجوده في النمسا هو هيسافر المانيا ومن المانيا هيطلع على النمسا عشان يعمل عملية جراحيه في النمسا موعد عوده بيرسي تاو لاعب مميز جدا افتقدناه في كاس العالم الانديه لكن ان شاء الله باذن الله هو في الجزء الاخير من المراحل التاهيل في الاصابه اللي تعرض لها بشد في العضله الاماميه ودكتور احمد ابو عبله يمكن طمنا برضه وقال ان حاله بيرسي تاو اتحسنت كتير وينتظم في التدريبات الجماعيه عقب مباراه الهلال السوداني يعني اذا طبقا لهذه التصريحات باذن الله ان شاء الله بيرسي التاو هيكون في المران الجماعي مع النادي الاهلي يوم الاحد القادم عقب العوده من السودان والاستعداد بقى للمرحله اللي جايه نتمنى يا رب ان الاصابات دي تقل شويه ونتمنى على كل اللعيبه في الفتره اللي جايه ويكون الفريق في اتم الجاهزيه خلال الفتره القادمه ان شاء الله الموضوع مش مستحمل مع الضغط اللي جاي هيبقى صعب جدا بصراحه اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونروح لترند الاهلي ونشوف السوشيال ميديا كتبت وقالت ايه على اصحاب الميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي عندي فيها تفاصيل مهمه جدا عشان كده الوقت اجري بسرعه عشان نشوف ايه المحتوى الموجود في السوشيال ميديا اول حاجه معايا الحساب الرسمي للحاوي وليد سليمان من خلال حسابه على تويتر كتب وقال جمهور الأهل العظيم الحمد لله الذي أعطاني أكثر مما تمنيت هي اللحظة الأصعب لي في حياتي كلاعب كرة قدم في أعظم نادي في الكون النادي الأهلي بأن أختار التوقيت الذي أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتي كرة القدم وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الإفريقي أتمنى أن تظل جماهير الأهل العظيمة تتذكرني على مدار التاريخ ويعلم الله أنني منذ اللحظة الأولى لي في النادي وأنا قطعت عهد ووعد على نفسي بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم. اليوم بعد أن شاركت زملائي بالتتويج بالميدالية التاريخية العالمية الثالثة برونزية كأس العالم للأندية بالإمارات أعلن أن نهاية هذا الموسم هو الأخير لي كلاعب كرة قدم. شكرا إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجميع المسؤولين السابقين. شكرا للجهاز الفني الحالي وكل من تدربت تحت مظلتهم شكرا زملائي الحاليين والسابقين شكرا الجمهور العظيم الذي ساندني كنتم لي الداعم الأول رسالة من وليد سليمان إلى جمهور النادي الأهلي وخلاص وليد أعلم بشكل رسمي بالأمس عقب المباراة الأخيرة لي في كأس العالم الأندية أن هذا الموسم هو الأخير لي وتم تعليق الحذاء في نهاية الموسم بتبقى لحظة صعبة جدا على أي لاعب لكن وليد نجم كبير وأي نجم بنتمناله دايما في اللحظه الاهم في تاريخه لما ياخد قرار الاعتزال تكون هي اللحظه المناسبه لان ده نقطه مهمه جدا في تاريخ اي لاعب ممكن تعمل بطولات وارقام قياسيه لكن اللحظه الاخيره مهمه جدا في حياه اي لاعب كل التوفيق يا رب الوليد سليمان في الفتره اللي جايه يستحق التقدير ويستحق الافضل يا رب الفتره اللي جايه يتجه للعمل الاداري يتجه الى التدريب احساسي كده ممكن اشوف وليد سليمان مدرب خلال الفتره اللي جايه بعد نهايه هذه هذا الموسم ونتمنى له التوفيق وهو بالتاكيد هيكون اكتر واحد عارف بقى طموحاته واماله خلال الفتره اللي جايه ويستحق كل الشكر على الفتره السابقه طيب نروح بقى لحساب النادي الاهلي واللقطه التاريخيه اللي كانت حديث كل الناس في السوشيال ميديا النادي الاهلي من خلال حسابه الرسمي على تويتر نشر نصف كوكب الارض في امان لو عندك وسط ملعب مدافع في كانتي واليو ديانج انت قفلتها بالضبة والمفتاح خلاص مفيش فرصة ان حد يعدي امبارح كانتي يمكن كان في لقطة مهمة جدا مع بيتسو موسيماني ويمكن الكلام ده على عهدة بيتسو موسيماني قالها امبارح في حسابه الرسمي على تويتر وقال ان كانتي قال له انا عايز اتكلم مع اليو ديانج واقابل اليو ديانج فعلى طول نده له اليو ديانج ووقفوا وكلموا مع بعض وكانتي اهدى التيشيرت بتاعه لاليو ديانج لقاء عظيم جدا وده يدل على شيء بيدل على قيمه ومكانه الاهلي ولاعبيه واجهزته الفنيه طيب نروح كمان لحساب يلا كوره وحساب يلا كوره بيتكلم على بيتسو موسيماني الحساب الرسمي ليلا كوره على تويتر نشر ارقام لموسيماني مع الاهلي وكتبوا عليها صفحه كبيره من الانجازات في تاريخ الاهلي اثنين برونزيه مونديال الانديه اثنين دوري ابطال افريقيا اثنين سوبر افريقي واحد كاس مصر واحد دوري مصر الفتره اللي كمل فيها بعد طبعا المدرب ريني فايلر ان شاء الله لسه المشوار طويل وعندنا بطولات كمان الفتره اللي جايه اليوم السابع يمكن يهتموا اكتر بفكره بقى المكافئات والحوافز اللي هياخدها الاهلي بعد التتويج بالبرونزيه الاهلي يحصد 40 مليون جنيه بعد التتويج ببرونزيه مونديال الانديه كلنا عارفين ان صاحب المركز الثالث بياخد 2.5 مليون دولار من الاتحاد الدولي فيفا بالاضافه الى 2.5 مليون دولار وانت فايز بدوري ابطال افريقيا يعني مجمل مشاركات الاهلي السنه دي في دوري الابطال وكاس العالم خمسة مليون دولار يا رب باذن الله مع الفتره اللي جايه وانطلاق دور السوبر يقدر الاهلي يفوز بين الرقم المرصود لبطل دور السوبر الافريقي أكتر من حوالي 10 11 مليون دولار وده رقم هياخد النادي الاهلي في منطقه مختلفه تماما يقدر بقى يخش في مصاف الانديه الاوروبيه في الميزانيات الخاصه بكره القدم. سبورت 360 مصريه بيتكلم على محمد عبد المنعم في اول مباراه كلين شيت قوة إضافية هايلة لدفاع النادي الأهلي. طيب نروح لحساب الرسمي الوطن سبورت بيتكلموا على إن الكابتن محمود الخطيب أصدر قرار عاجل بعد انتهاء مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. يا ترى إيه هو القرار العاجل؟ على عهدة الوطن سبورت أنا الخبر ده بالنسبة لي مش مؤكد بس ده على عهدتهم هما إن في زيادة في راتب محمد عبد المنعم تقديرا لمستوى اللاعب بعد تألقه خلال الفترة الماضية واستعادة خدماته من فريق فيوتشر، اللاعب وقع العقد جديد في الأهلي لمدة أربع سنوات مقبلة بدأت بالموسم الجاري قبل خروج اللاعب للإعارة إلى صفوف نادي فيوتشر، فبالتالي لما رجع العقد اللي اتمضى قبل ما يروح الإعارة هيتم تعديله طبقاً لما نشر في الحساب الرسمي للوطن سبورت ويكون في تقدير لإمكانيات اللاعب، ما بحبش أتكلم في أرقام عشان كده مش هدخل في التفاصيل المالية ده أمر يخص اللاعب والنادي. كورة بلس بيتكلموا على محمد هاني وبيقولوا مصدر في الاهلي موسيماني السر في تالق محمد هاني في المونديال وبيتكلموا ان محمد هاني كان الفتره الاخيره بعيد عن المشاركه بشكل اساسي لكن الجلسات اللي عقدها مع بيتسو موسيماني كانت فرصه ان اللاعب يستعيد مستواه ويستعيد روحه وقوته الشخصيه مع النادي الاهلي. طيب دي ابرز حاجه في ترند الاهلي لكن معايا اخر خبر والسوشيال ميديا بتتكلم عليه في هذه اللحظات من خلال موقع في الجول. المريخ السوداني اللي في الجول نواجه الاهلي في القاهره. رئيس نادي المريخ السوداني الاستاذ حازم مصطفى صرح وكشف عن مواجهه الاهلي في دوري ابطال افريقيا في مصر وقال كان من المنتظر ان يخوض المريخ الذي لم يحصل ملعبه على ملعبه على الاعتماد الخاص من الكاف مبارتيه امام الهلال وصندونز في مصر والاهلي في جنوب افريقيا لكن مباراه الاهلي ايضا ستقام في مصر وسنخوض مباراتنا ضد الاهلي على ملعب السلام الفريق موجود في مصر هنا منذ شهرين وهو المعسكر الاطول في تاريخنا ده كلام على وحدة رئيس مجلس إدارة نادي المريخ الأستاذ حازم مصطفى لكن لسه بدر على هذه المباراة المباراة يوم 19 مارس أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف آخر فقرات برنامج أو باقي فقرات برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند نروح لترند المحلي عندنا فيه نقطتين مهمين جدا عشان منتخبنا مقبل على التصفيات والدور الحاسم في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. الوطن سبورت يمكن في كلام مهم جدا بخصوص كارلوس ساكيروش مع مركز حراسه المرمى. حساب الوطن سبورت على تويتر بيقول ان البرتغالي كارلوس ساكيروش استقر على ترتيب حراس المنتخب قبل مباراتي السنغال المحدده في الفتره من 24 الى 29 مارس في الجولتين الذهاب والاياب، الذهاب في القاهره والاياب في دقار. الترتيب حسب ما مكتوب في الخبر محمد الشناوي في المركز الاول ابو جبل في المركز الثاني ومحمد صبحي حارس فاركو في المركز الثالث ومحمود جاد في المركز الرابع او الترتيب الرابع ما بين حراس المرمى لكن خدوا بالكم من النهارده لغايه ماتش 24 مارس في ماتشات كتير محليه مش عايزين بس نسبه الاحداث الاربع حراس على اعلى مستوى نيجي وقتها وربنا يكرم منتخبنا واللي موجود يكون جاهز ويسد ان شاء الله نروح لي الخبر الثاني وهو متعلق بمنتخب السنغال وتحديد ملعب لقاء الاياب ومن حسن حظنا مش من سوء حظنا من حسن حظنا ملعب جديد على اعلى مستوى هيتم افتتاحه 22 فبراير ملعب ديومندي في داكار مرحبا في عرين الاسود صفحه في الجول نشرت من خلال الحساب الرسمي للاتحاد السنغالي بيعلن فيه موعد افتتاح الملعب المستضيف لمواجهه مصر في 22 فبراير هذا الملعب بيسع ل الف متفرج ارضيه ملعب على اعلى مستوى يمكن بني خصيصا للمرحله القادمه عشان السنغال عندها تصفيات وعندها دوره افريقيه مهمه في الفترات القادمه ان شاء الله منتخبنا يتاهل من دكار يوم 29 مارس طيب نروح بقى للمشاركات على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة رأيكم في أداء الأهلي في مشاركته في كأس العالم للأندية خالد بيقول أداء الأهلي عالمي خاصة في مباراة الهلال أتمنى أن الأهلي يستمر على هذا الأداء وربنا يبعد عنا الإصابات ويحفظ الأهلي ولاعبيه من كل سوء آمين يا رب نروح ليه نادر بيقول أداء عالمي من فريق القرن وإن شاء الله الكاس العالمية سوف تأتي في خزانة النادي الأهلي عن قريب يا رب باذن الله. محمد جمعه بيقول يا مساء الخير يا محمد مساء الخير يا استاذ محمد اهلا بيك بيقول اداء مشرف جدا ونتمنى نشوف الاهلي المره القادمه بميداليه اخرى اهلاوي وافتخر. راي اخر معايا محمد علي بيقول جيد جدا تعليقا على اداء الاهلي رغم الظروف التي يمر بها الفريق ولكن ننتظر الافضل من اللاعبين. طيب دي مجموعه من الاراء والمشاركات على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، رايكم في اداء الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه، الى هنا نصل لختام حلقه اليوم من برنامج الترند، بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه، شكرا والى اللقاء.